شلونكم شباب؟ ناخذ المحاضرة الأخيرة من محاضرات الريسبيراتوري فيسيولوجي. طبعا أول عنوان بها قبل ما نبلش بيه هو الكيميكال كنترول اوف ريسبيريشن، التنفس الكنترول سيطرة على عملية التنفس، بس هالمرة راح نحكي شغلات كيميكال. طيب احنا بالبداية الكنترول اوف ريسبيريشن خلينا نبدي بيه، هو شنو؟ قلنا انه يعني الشيء اللي راح يفيدنا من المحاضرة اللي فاتت، محاضرة الخامسة، انه بالمدلة اوبلينجاتا وبالبراين ستيم اكو فد نيوكلياي تسيطر لي على عملية التنفس. فشنو هاي النيوكلياي؟ بالمدلة اوبلينجاتا اخذنا اثنين، وبالبونز اخذنا اثنين يسيطران على مالات المدلة اوبلينجاتا. مال المدلة اوبلينجاتا دي ار جي الدورسال ريسبيراتوري جروب اللي هي مال الانسبيريشن، والفي ار جي الفنترال اللي هي مال السنتر مال الاكسبيريشن مال الفورست اكسبيريشن. طيب قلنا الدي ار جي طبعا تشتغل مستمره، الفي ار جي تحتاج بس مال اكسبيريشن. انا بالعاده الزفير مالتي باسيفلي فما احتاج اشغلها، شو كده تشتغل لما احتاج فورست اكسبيريشن زفير قوي. طيب بالبونز شنو كان عندنا؟ نيوموتوكسيك والابنيوستيك سنتر. الابنيوستيك كانت تسوي ستيميوليشن مستمره للدي ار جي، والنيوموتوكسيك تسوي لها بين فترة وفترة تقطعها، تسوي لها انهيبيشن على مود يوقف الشهيق ويصير لزفير، فهاي تقطعها وهي مسؤولة عن يعني تنطيني البريثنج رايت وكذا. زين ذني هل هن يتأثرن مباشرة؟ يعني هيك واحد هن يشتغل أنا عجبني اليوم أزيد البريثنج معدل النفس بريثنج رايت، وأني اليوم عجبني أقل لو كذا، لو أكو فت سيطرة عليهن، أكو يستدلن بدلالات معينة. شنو هاي الدلالات اللي يستدلن من خلالها حتى يزيدن التنفس أو يقللن أو يعني يتحكمن به؟ الدلالات هي غازات موجودة يعني اللي هي غاية الجهاز التنفسي. غاية الجهاز التنفسي إنه يحافظ على تراكيز تراكيز خلي أقول مفيدة من CO2 والهيدروجين والأكسجين. لازم يدخل اكسجين للخلايا يوصله للخلايا وياخذ CO2 يخلص الخلايا من عنده حتى تبقى التراكيز خلي اقول بوضعيه طبيعيه نورمال ومفيده للجسم. فهاي التراكيز مال CO2 اذا زادت يتاذى الجسم، واذا قلت ايضا يتاذى الجسم، كذلك الهيدروجين والاكسجين. زين ذني التراكي من اللي يعني عملية الريسبيريشن قصدي إذا اشتغلت شنو تسوي لي؟ هذا CO2 راح تخلصني من عنده، الهيدروجين تخلصني من عنده، الأكسجين تنطيني إياه. طيب زين إذا عملية التنفس مدى تشتغل بوضعية بسيطة يعني وضعية قليلة، ذني شنو ألقاهن CO2 والH؟ ألقاهن عاليات. فإذا هن عاليات ينطن إشارة سيجنال إنه أزيد عملية ريسبيريشن، ازيد عمليه التنفس. زين هاي الاشاره مالتهن وين ينطنها؟ لازم كل اشاره سيجنال لازم لها ريسبتورز، وهنا ربط سالفتنا مثل ما يقولون. فلازم لها ريسبتورز، الريسبتورات اللي يستجيبن او اللي يتحسسن للغازات مالتنا سواء كان CO2 او هيدروجين او اكسجين وين موجودات؟ عندي اكو به الموجودات بالسنترال نيرفس سيستم بالجهاز العصبي المركزي، واكو لا بالبيريفري. اللي موجودات بالسنترال نيرفس سيستم السنتر خلي اقول هن موجودات بالبراين ستيم. اوكي يعني يمذني النيوكلياي بالبراين ستيم، واللي موجودات بالبيريفري وين القاهن؟ القاهن يم الكاروتيد ارتري اللي هو الكاروتيد بودي طبعا، كاروتيد ارتري، ويم الايورتا اللي هو القاهن يم الايورتيك ارتش. طيب هسه هاي المقدمه اللي اخذناها انه انا عندي 4 نيوكلياي بالبرين ستيم سيطر لي على عمليه التنفس، ذن الاربعه ما يشتغلن وحدهن، لازم يستجيبن الى يعني يشتغلن يسوي يبدا عمليه التنفس لما اكو CO2 عالي او هيدروجين عالي او اكو اكسجين قليل. اوكي اذا قلت الاكسجين ايضا تنشطهن انه يشتغلن، بس هاي عمليه تنشيطهن قلنا مو مباشره، لازم اكو فد ريسبتورات تحسس لي
الريسبتورات تتحسس المستويات هاي الغازات الثلاثة أو هاي المواد الكيميائية. فهاي الريسبتورات قلنا موجودة عندي بالسنترال نيرفس سيستم بالبراين سيستم، وعندي بالبيرفري بالكاروتيد ارتري وبالايورتيك. هسه أنا هاي الدقيقتين أو ثلاثة اللي شرحت لكم هذا السلايد اعطيتكم فكرة حتى من نقرأ المحاضرة نعرف ايش يقول. فهاي الاوبجكتيفز ما رايتها الكيميكال كنترول اوف ريسبيريشن. The ultimate goal of respiration is to maintain a proper concentration of O2, CO2 and hydrogen in the tissue. لازم يحافظ على مستواهم بشكل صحيح او تراكيز صحيحه من عندهم. الاكسجين لازم ما يقل، CO2 والهيدروجين لازم ما يزيدن. اوكي لانه بالعاده يعني بالميتابوليزم مال الخليه الO2 دا ينصرف، فبالعاده يقل، انا لازم ما يقل عندي. والCO2 والهيدروجين من الميتابوليزم يزيدن، يعني هن نواتج فيزيدن، فانا لازم ما اخليهن يزيدن. فهاي الفكره مال الريسبيراتوري سيستم كلها انه ينظم ذن الكونسنتريشن مال ذن الغازات. ف اكسسس CO2 اور اكسسس هيدروجين ان ذا بلاد اكت شنو دايركتلي اون ذا ريسبيراتوري سيستم اون ذا ريسبيراتوري سنتر اتسيلف causing increased strength of both the inspiratory and expiratory signal to the respiratory muscles. يعني هذا راح يشتغل مباشرة، يأثر مباشرة على respiratory center فيزود العضلات مع الانسبيريشن والاكسبيريشن حتى يسوي عملية التنفس. طيب شنو هنا يقصد بالانسبيراتوري سنتر السيلف؟ طبعا respiratory center السيلف هنا يقصد يأثر على الريسبيراتوري سنتر ذني خلي اقول الريسبتورات اللي موجودات بالبراين ستيم اللي تحسسها للسي او 2 والهيدروجين، مو على السنترز اللي موجودات مال الدي ار جي والفي ار جي والنيوموتوكسيك والابنيوستيك. يقصد الريسبتورات اوكي. فيقول لي ريسبيراتوري سنتر اتسيلف، فهاي راح يخلي هذا الريسبيراتوري سنتر يأثر على ذني النيوكلياي حتى تشتغل عملية الريسبيريشن. طبعا العملية هي شوية مزعجة لأنه بها نيوروفيسيولوجي ويا الريسبيراتوري، بس نحاول إن شاء الله نخليها سهلة إنه أنتوا تركزون وأنا أشرحها ببساطة وأعيد. فالأوتو هذا السي او 2 والهيدروجين يشتغلن دايركتلي، هسه نعرف ليش دايركتلي، على ريسبيراتوري سنتر اتسيلف. وقلنا ريسبيراتوري سنتر اتسيلف يقصد ذني الريسبتورات اللي يتحسسن للمستويات الغازات. طيب اللي موجودات بالبراين ستيم. الاو 2 ان كونتراست بشكل معاكس doesn't have a significant direct effect. هاي هنا مو كان دايركت، هذا doesn't have significant direct effect on the respiratory center of the brain in controlling respiration. لا شلون؟ يقول instead it acts on peripheral chemoreceptors located in the carotid and aortic bodies and these in turn transmit appropriate nervous signals to the respiratory center for control of respiration. يعني القضية انه الO2 راح يأثر او يشتغل على ذني اللي موجودات بالبيرفري، ما يشتغل دايركتلي على اللي موجودات بالسنتر نيرف. هن ذني سماهن ريسبيراتوري سنتر لانه موجودات بالسنترال نيرفس سيستم يم البراين بالبراين سيستم. الاكسجين ما يأثر على اللي موجودات بالبراين سيستم، على الريسبتورات خلي اقول اللي تتحسس الغازات اللي موجوده بالبراين سيستم، لا اللي موجوده بالبيرفري، يعني اللي موجوده بالكاروتيد ارتري وبال ايورتيك ارك، فيأثر عليهم بشكل يعني لانه يأثر على ذني مو على سنتر قلنا اندايركتلي، ويخلي ذني اللي موجودات اللي نسميهن بيرفرال كيمو ريسبتورز. من اقول بيرفرال كيمو ريسبتورز اقصد ذني الكيمو ريسبتورز اللي موجودات بال اللي موجودات بالكاروتيد ارتري واللي موجودات بال ايورتيك ارك. فهذا يأثر عليهن ويخليهن هن يرسلن اشارات يحفزن عملية للريسبيراتوري سنتر اللي موجود بالبراين. طيب اكو شغلة قلتها انه ذني اللي يتحس خلي اقول الريسبتورات مال الاكسجين اللي يتحسسن للاكسجين بالكاروتيد وبالبيرفرال سميناهن كيمو ريسبتورز، بيرفرال كيمو ريسبتورز
بيرفرال كيمو ريسبتورز. ذني اللي موجودات بالبراين ستيم اللي هنها ايضا كيمو ريسبتورز شو نسميهن؟ نسميهن كيمو سنسيتيف اريا. الكيمو سنسيتيف اريا هاي شغلها CO2 وهيدروجين تتحسس لان هذا ياثر عليها مباشره. البيرفرال كيمو ريسبتورز على الاكسجين. طيب يعني تتحسس طبعا لنقصان الاكسجين. بينما ذنيت اللي بالبراين كيمو سنسيتيف اريا تتحسس لزياده السي او 2 ولزياده الهيدروجين. فهاي البيرفرال كيمو ريسبتورز انه انا عندي بالايورتيك ارت ما ادري شلون رسمه هو بالايورتيك وبالكاروتيد وكذلك عندي يم البراين ستيم عندي كيمو سنسيتيف اريا. فدايركت كيميكال كنترول اوف ريسبيرتوري سنتر اكتيفيتي باي سي او 2 والاتش. طبعا دايركت لانه مال السي او 2 والاتش يكون دايركت على ريسبيرتوري سنتر. فنشوف التاثير الكيمياء المباشر مال الثاني اكسيد الكربون مال الهيدروجين على ريسبيرتوري سنتر. طيب قلنا الريسبترات اللي هنا نسميهن نسميهن كيمو سنسيتيف اريا. فالكيمو سنسيتيف اريا اوف ريسبتر ريسبيرتوري سنتر هنا طبعا العمليه لعب مصطلحات هواي راح بالبدايه احكي لكم اعرف لكم كل مصطلح يحكي اقول لكم ايش يقصد به لانه هن ذن المصطلحات دوخني اثناء ما انا اقرا وحتى بعدين بقيه السلايدات احنا متفقين كل مصطلح ايش يقصد به. من يقول ريسبيرتوري سنتر يقصد شكو شيء موجود بالبراين ستيم يعني يقصد الدني الدي ار جي والفي ار جي والابنيوستيك والنيوموتوكسيك وكذلك يقصد الكيمو سنسيتيف اريا اللي هي الريسبترات اللي تتحسس للسي او 2 والهيدروجين. فيقول الكيمو سنسيتيف اريا مال ريسبيرتوري سنتر يعني بس الكيمو سنسيتيف اريا مال ريسبيرتوري سنتر هي هاي اللي راح تتحسس للسي او 2 وللهيدروجين. وي هاف ديسكاست مينلي 3 اريز اوف ريسبيرتوري سنتر. بالريسبيرتوري سنتر كله بثلاث مناطق هنا طبعا احنا اخذنا اربعه بس واحده منهن ما راح يحكي عنها كلش لان ما لها اهميه هنا بهاي المحاضره اللي هن شنو الدورسال ريسبيرتوري جروب الدي ار جي الفينترال ريسبيرتوري جروب وكذلك النيوموتوكسيك اللي هي توقف الابينيوستيك حتى تسوي لي اكسبايريشن توقف الشهيق وتسوي لي زفير. فيقول it's believed that none of these is affected directly by changes in blood CO2 concentration and H concentration. يعني ذني الريسبيرتوري سنتر ذني النيوكلياي بس النيوكلياي اللي هن ال DRG وال VRG والنيوموتوكسيك سنتر ذني ما يتأثرن مباشرة بتركيز الهيدروجين وتركيز ال CO2 ما يتأثرن. None of these is affected directly by changes in blood CO2 concentration or H concentration. لعد ذني ال H وال CO2 شلون راح يشتغلن؟ راح يشتغلن صديقتهن الكيمو سنسيتيف اريا اللي هي قاعدة صفهن خلي اقول. Instead in an additional neural area الكيمو سنسيتيف اريا is located bilaterally lying only 0.2 millimeter beneath the ventral surface of the medulla. هاي منطيني مكانها يعني هن اللي اثرن عليها CO2 والH يشتغلن على الكيمو سنسيتيف اريا. This area is highly sensitive to changes in either blood partial pressure of CO2 or hydrogen concentration and it in turn excites the other portion of respiratory center. يعني انا عندي respiratory center كله قلنا يشمل لي ذني النيوكلياي ويشمل لي الكيمو سنسيتيف اريا. السي او 2 والهيدروجين راح يتاثرن او يسوي لي اثرن على الكيمو سنسيتيف اريا لان هاي الكيمو سنسيتيف اريا قال لي هنا هاي سنسيتيف تو ذا تشينجز ان ايذر بلاد بي سي او 2 اور اتش كل شيء يتحسس للسي او 2 وللهيدروجين. فمن يتحسسن الها ايش راح يسوون؟ راح يحفزن الجزء الثاني من الريسبيرتوري سنتر اللي هو النيوكلياي اللي قصدي النيوكلياي حتى النيوكلياي تبدي تتداول الامر فيما بينها تسوي لي ريسبيريشن. طيب اكسايتيشن اوف ذا كيمو سنسيتيف نيورونز باي هيدروجين ذا سنسر نيورونز. طبعا ليش قال باي هيدروجين؟ انا احب اقول المعلومه بالبدايه حتى من نقاب هاي دائما اقول الجمله صارت جملتي
بكل محاضرة. أقول المعلومة بالبداية حتى تدققوا وياي فركز. أقول قال الكيمو سنسيتيف نيورونز الاكسايتيشن مالتها باي اتش باي الهيدروجين. يقول لي ذني الكيمو سنسيتيف اريا، كل سلايد يضيف علي معلومة جديدة. ذني الكيمو سنسيتيف اريا يتحسن صحيح انه للهيدروجين وللسي او 2 كربون دايوكسيد، بس هن اكثر يعني الاكثر الحساسيه مالتهن او اكثر التحسس مالتهن على نسبه الهيدروجين مو على نسبه الكربون دايوكسيد. اوكي هن يتحسسن للكربون دايوكسيد ممكن، بس اغلبها التحسس مالتهن للسي او 2 طيب للهيدروجين عفوا. بس هو شنو هاي يعني ككلينيكال او ك يعني على الواقع المعلومة مو كلش لها قيمة. ليش؟ لأنه أني كل ما زاد الـ CO2 يزيد الهيدروجين، فالعلاقة بيناتهن شي أقول زي طردية، من يزيد الـ CO2 يزيد الهيدروجين، والهيدروجين هو اللي ينطيني تأثير أكبر للكيمو سنسيتيف أريا. لأنه أني أعرف الـ CO2 يتفاعل ويا المي ينطيني H2CO3، وهذا الـ H2CO3 يتفكك ينطيني H موجب و HCO3 سالب بيكربونيت. فكل جزيئة CO2 وحدة يعني تعادل جزيئة هيدروجين وحدة، فمن يعني تحسسن سواء بالهيدروجين أو بالCO2 القضية the same خلينا نقول. فلذلك كتب بالعنوان بس باي هيدروجين. The sensor neurons in the chemosensitive area are specially excited by hydrogen and believe that يعتقدون أنه الهيدروجين maybe احتمال انه يكون the only important direct stimulus for these neurons. هن شغلهن اكسجين عفوا هيدروجين H2CO2 كربون دايوكسيد، بس هم يعتقدون انه بس الهيدروجين هو اللي راح يشتغل عليها. بس احنا ما نقدر نلاحظ هذا الشيء لانه كل CO2 يعادل واحد هيدروجين يتحول للهيدروجين، فما يعني من ازيد CO2 ايضا يشتغلن او ازيد الهيدروجين هم يشتغلن. However, hydrogen do not easily فد معلومة do not easily cross the blood-brain barrier. For this reason, أنا عندي بالبرين حيط بي فد barrier يمنع أنه الدم يدخل للبرين. هذا الدم يروح للبرين يوصل لتغذية، بس يدخل للبرين لا. أكو هيك مثال ما أعرف إذا دقيق أو مو دقيق كلش، بس انه هاي المشيمه اللي تحيط بالطفل هي توصل تغذيه للجنين للطفل ببطن امه، بس دخلت له دم من جسم الام جواب ما دخلت له، بس شلون صايره بارير. فهذا بالبراين بارير بلاد براين بارير يحجز بين البلاد وبين البراين. هذا الهيدروجين من سوء حظه ما يقدر يعبر من هذا البارير. زين احنا عندنا هاي الكيمو سنسيتيف اريا موجوده بالبرين ستيم، يعني على هيك حكي ما راح يقدر يوصلها. مو خوش مشكله، لازم نلقى حل. شوف الحل اللي راح نلقاه. يقول for this reason changes in at concentration in the blood بالدم مالتي have less effect in stimulating the chemosensitive neurons than do changes in blood CO2. ليش؟ لان CO2 يقدر يعبر. هاي دا احكي CO2 يعني يعبر. اوكي فالCO2 انا هسه بجسمي يعني مو يم البرين بجسمي، اذا زيدنا CO2 هذا CO2 راح يعبر يروح يعني باتجاه البرين يقدر يعبر ال بي 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 البلاد برين بارير يقدر يعبره، بينما الهيدروجين اذا زيدته هيك بجسمي ما راح يقدر يعبر البلاد براين بارير. زين هذا السي او 2 اذا راح قلنا احنا الكيمو سنسيتيف اريا تشتغل على الهيدروجين ما تشتغل عليه، حتى لو عبر ما راح يستفيد. مو لو مو الجواب مو هذا السي او 2 مو عبر، قالوا له راح الكيمو سنسيتيف اريا راح يشتغل عليها، قالت له اوقف الكيمو سنسيتيف اريا اني اتاثر بيك، ممكن اتاثر بيك بس بكميه بسيطه، او اغلب شغلي انا اريد هيدروجين، انا اتحسس اكثر شيء للهيدروجين. قالها سهله مي عندنا هوايه، فراح يتفاعل ويا المي على مود ينطيني بالاخير هيدروجين زائد HCO3. فهو عبر هو اجى من الجسم CO2
عبر البلاد براين بارير على شكل سي او 2، ورا ما عبره وصل يم البراين ستيم، يلا تفاعل ويا المي وانطاني هيدروجين. حتى من انطاني هيدروجين، هذا الهيدروجين يروح ياثر على الكيمو سنسيتيف اريا. فوايل سي او 2 از بليفد تو ستيمولييت ذيس نيورونز سكندرلي باي تشينجينج ذا اتش كونسنتريشن، يعني تغيير هسه اني بالدم مالتي اذا قلنا زيد الهيدروجين مو كلش ياثر على عمليه التنفس لانه ما يعبر البلاد براين بارير. السي او 2 يقول لي ستيمولييت ذيس نيورونز، ياثر عليها يشتغل. ليش؟ لانه سي او 2 من يعبر البلاد براين بارير راح يغير تشينج هيدروجين كونسنتريشن، لما يعبر البلاد براين بارير يتفاعل ويا المي او ينطيني هيدروجين، فهو يغير الهيدروجين كونسنتريشن فينطيني نفس شغل الهيدروجين. ف سي او 2 ستيمولييت ذا كيمو سنسيتيف اريا، شلون راح يسوي لها؟ هل السي او 2 يسوي ستيمولييشن للكيمو سنسيتيف اريا؟ هسه توني قلتها لا، يعني حتى لو يسوي لها تحفيز بشكل قليل جدا، من اللي يسوي لها ستيمولييشن؟ الهيدروجين. فهنا هو راح يعبر البلاد براين بارير، يصير قريب عن الكيمو سنسيتيف اريا اللي موجوده بالبراين ستيم، يلا يسوي لي يلا يتفاعل ويا المي، يسوي لي تفاعل ويا المي حتى ينطيني الهيدروجين، حتى النوب الهيدروجين هو اللي يشتغل على الكيمو سنسيتيف اريا. فبالاعاده افاده وداعيد هوايه حتى نستفيد. CO2 has little direct in stimulating the neurons in the chemosensitive area. It have an indirect effect. تأثيره يصح له indirect غير مباشر. شلون؟ It does this by reacting with water of this tissue. يعني المي اللي موجود بهذا التشو to form the carbonic acid which dissociate into hydrogen and bicarbonate HCO3. الهيدروجين ايش راح يسوي؟ have a potent direct stimulatory effect on the respiration. هو اللي يشتغل على الكيموسنسيتيف اريا واللي يخلي الكيموسنسيتيف اريا تتحسس. طيب why does، سؤال احتمال يجي طبعا، why does blood CO2 have a more potent effect in stimulating the chemosensitive neurons than do a blood H؟ طبعا من يقول لك ليش CO2 يأثر، يكتب لك blood CO2 blood hydrogen، يقصد ال CO2 اللي موجود بالبلد يعني بجسمي كله، بس مو يم البراين. يم البراين الهيدروجين هو اللي يشتغل، CO2 ابد ما راح يشتغل، بس بالبلد مالتي بشكل عام البلد CO2 ياثر له حكايه مثل ما نقول. الهيدروجين ما له حكايه. ليش يابا انتم تجاوبوني؟ لانه CO2 يعبر البلد براين بارير والهيدروجين ما يعبر. فيقول لي that blood brain barrier is not very permeable to hydrogen، بس ال CO2 passes through it. ها هي whenever the blood PCO2 increase، إذا partial pressure مال CO2 زاد in both the interstitial fluid بس CSF cerebrospinal fluid يم المدلة أوبلينجاتي the CO2 immediately reacts with H2O قبل تفاعل ويا المي، هو يريد يشتغل على الكيموسنسيتيف اريا، هاي ما تشتغل وياه، ما تتعامل وياه كل زين، تتعامل ويا الهيدروجين، قيلها من عيوني، من هاي العين قبل هاي العين، فيروح يتفاعل ويا المي. The more hydrogen are released into the respiratory chemosensitive sensory area of the medulla. طيب هسه هاي شغلة CO2 والهيدروجين عرفناها كلش وعدناها. نجي للأكسجين، لازم الأكسجين شلون يشتغل؟ قلنا الأكسجين مو على الكيمو سنسيتيف أريا اللي موجودة بالبراين ستيم، على الكيمو ريسبترز اللي موجودة بالكاروتيد أرتري وبالأيورتيك أرتري. فيقول لي in addition to control of respiratory activity by the respiratory center itself still another mechanism is available for controlling respiration. شلون؟ شنو هاي الميكانيكية الثانية؟ This is the peripheral chemoreceptor system. يعني هاي الرسبترات اللي موجودة بالكاروتيد أرتري بالأيورتيك أرتري هي تتحسس للغازات، سماها peripheral chemoreceptor system. A special nervous chemical receptor called chemoreceptors are located in several areas outside the brain. لذلك سماها peripheral لأنها هي مو يم الدماغ.
they are especially important for detecting changes in O2. هاي البيرفرال للO2 شغلها أكثر شيء للO2. Although they also respond to a lesser extent to changes in CO2 and hydrogen concentration. يعني أوكي هذا البيرفرال يعني حباب كريم حليم هم يتعامل ويا CO2 والهيدروجين بس شغله الأساسي على الأكسجين. ولي نعمته الأكسجين مثل ما نقول. The chemoreceptors transmit nervous signals to the respiratory center in the brain to help regulate respiratory activity. يعني هاي الكيموريسبترز اللي موجودة بالبريفرال كيموريسبترز هاي أيضا تنقل إشارات للرسبيراتوري سنتر بالموجود بالبرين حتى يسوي لي regulate respiratory activity. طبعا هنا من يقول لي signals to the respiratory center يقصد يا جزء من respiratory center. قلنا respiratory center كلمة هنا تشمل لي النيوكلياي وتشمل لي الكيمو سنسيتيف اريا. هنا ده يقصد respiratory center اللي هو النيوكلياي على مود يخليها هي تسوي لي عملية تنفس. Chemoreceptors are in the carotid bodies and aortic bodies. The carotid bodies are located in the bifurcation of common carotid artery. بال هاي نقطة الافتراق ما تحت يصير external and internal carotid artery. The afferent nerve العصب اللي ينقل لي الإحساس من هو مال باس ثرو مال carotid artery طبعا. Nerve اسمه Hengst nerve بعدين يروح للglossopharyngeal nerve حتى يوصل لي للهيد اليم البعين. And then to the dorsal respiratory area of the medulla بالبراين ستيم dorsal respiratory area of medulla. فالعملية هاي ممكن سؤال يجيب له انه الافرنت نيرف مال الكاروتيد بودي من هو الهيرنج نيرف اللي يروح للجلوسوفارنجيل واللي يروح للدورسال respiratory area of medulla. طيب الايورتا من هو located along the arch of aorta. الافرنت نيرف من هو مالتهم هو الفيغاس also the dorsal medullary respiratory area. وبعدين من الفيغاس ام ايضا يروح للدورسال respiratory area. انا قلت لكم بالبدايه قلت لكم هو يدز الاشارات للرسبيراتوري سنتر. من هو الرسبيراتوري سنتر؟ النيوكلياي. فهسه هنا عرفنا يا هي من النيوكلياي يروح للدي ار جي دورسال respiratory دورسال respiratory medullary respiratory area لان هي هاي اللي تسوي لي تنفس طبيعي مالتي اوكي شهيقا وزفيرا. استيمولي هي شغلها تسوي استيمولايشن من يصير لها قطع يصير الزفير اكسبيريشن. المهم استيمولايشن اوف ذا كيمو ريسبتورز باي ديكريز ارتيريال O2 من يقل الO2 when the O2 concentration in the arterial blood falls below normal. اذا قل الO2 the chemoreceptors become strongly stimulated. هاي الـ O2 هاي الـ chemoreceptors الـ peripheral chemoreceptors تتحسس لنقصان الأكسجين وتتحسس له بقوة وبسرعة. The impulse rate is particularly sensitive to changes in arterial PO2 in the range of 16 down to the 30 millimeter زئبق. A range in which hemoglobin saturation with oxygen decreases rapidly. أنا عندي الـ PO2 طبيعي يم الألفيولاي يم الألفيولار كابلاريز بعد ما يخرج الألفيولار الـ PO2 103 إلى 104 أوكي بالسيركوليشن. يعني هسا هو راح من يم الألفيولاي يروح للقلب على مود القلب يضخه. أول ما ضخ القلب أيورتا والأشياء القريبة من الأيورتا او الايورتا يعني الاشياء اللي تتفرع من الايورتا قصدي الشرايين اللي تتفرع من الايورتا فهاي قريبه كلش عن القلب. فال بي او 2 بيها حوالي 100 ملم زئبق تقريبا زايد ناقص شويه 100 ملم زئبق. اذا قلت لحد 60 يعني البي او 2 بيها كلش قل الاكسجين بيها كلش قل 60 او 30 بهاي الحاله راح يشتغل الكيمو ريسبتر البيريفيرال كيمو ريسبتر. effect of CO2 and hydrogen concentration on chemo receptor activity. an increase in either CO2 or hydrogen
زايد ذا كيمو ريسبتورز اند ان ذس واي اندايركتلي انكريز ذا ريسبيراتوري اكتيفيتي، يعني هن ذني ايضا ياثرن على البيرفرال كيمو ريسبتورز السي او 2 والهيدروجين ويزيدن الريسبيراتوري اكتيفيتي اذا شوكت اذا زادن انكريز ان اذا سي او 2 او اتش اذا زادن. طيب بالنسبه لل هاي المعلومه شنو يقول بها؟ However, the direct effect of both these factors in the respiratory center itself are so much more powerful than their effect mediated through the chemoreceptors. يعني هاي CO2 والهيدروجين شو اتفقنا؟ هن أكثر شيء يروحن على الكيموسنسيتيف أريا اللي موجودة بالرسبيراتوري سنتر بالبراين ستيم. أوكي؟ رسبيراتوري سنتر. فتأثيرهن أكثر شيء هنا كثير تأثيرهن على البيرفرال كيموريسبتر شنو يكون قليل. فيقول لي التأثيرهن هنا يكون 7 أضعاف on in the respiratory center. وهنا من يقول respiratory center قصده يا جزء من respiratory center قصده جزء اللي يتحسس للغازات اللي هو الكيموسنسيتيف اري. اوكي هاي يأثر عليها طبعا. ليش حشر الكيموسنسيتيف اريا ويا رسبيراتوري سنتر؟ لانه كلهن موجودات بالسنترال نيرفس سيستم. فهاي تاثير السي او 2 والهيدروجين عليها كلش هوايه. يعني هي الكيموسنسيتيف اريا اللي موجوده بالرسبيراتوري سنتر كلش حساسه على يعني تشتغل على السي او 2 والهيدروجين. سواء يعني السي او 2 يعبر البلاد برين بارير يتحول هيدروجين وهي هي تتأثر بالهيدروجين يعني بشكل مباشر أو غير مباشر. هي على CO2 وبشكل مباشر على الهيدروجين كلش تتحفز هواية. بس البيرفرال كيموريسبتورز اللي موجودة بالكاروتيد أرتري اللي موجودة بالأيورتيك أرتش هاي تحفيزها أو تأثرها بال CO2 أو بالهيدروجين يكون أقل. ف يقول لي مال الرسبيراتوري سنتر هي so much more than powerful بحيث توصل 7 تايمز اس باورفول 7 أضعاف. زين هاي كملنا الكنترول. نجي للشغلة الثانية اللي ندرسها بهاي المحاضرة. طبعا محاضرة بس 32 دقيقة سهلة راح نخلص ان شاء الله. الريسبيريتوري سنتر اندر ستريس اللي هو الاكسرسايز واعتقد هاي محذوفة حافتها دكتورة زينة. وهاي أثناء التأقلم اللي هو من نصعد يعني شخص يتسلق جبل أو كذا. طبعا هاي قالوا هي محذوفة بس راح أحكيها وهي بسيطة كلش. إذا تحبون قدم الفيديو هي كلها سهلة طبعا أشرحها لأنهم يعني لأن هي سهلة جدا ومفيدة. ف يقول لي خلال الإكسرسايز رايت والديبث أوف بريثينج إنكريز. طبعا هاي منطيني الجواب قبل السؤال. أنا شنو مشكلتي بالإكسرسايز؟ الميتابوليزم مال خلايا الجسم مال خصوصا الخلايا العضلية مال عضلات الجسم يكون عالي. زين ذني راح يصرفن الأوتو هواية فالمستوى الأكسجين يقل. أوكي وينطني سي أوتو ويا أيضا هيدروجين يعني سي أوتو يتحول إلى هيدروجين هواية فذني تركيزهن يكون عالي. فنتوقع انه الشخص اللي عنده اللي دا يسوي اكسرسايز دا يركض دا يتمرن دا يسوي اكسرسايز دا يتعارك هم عادي هذا نتوقع انه الاكسجين بيكون قليل مستوى الاكسجين بدمه والسي او 2 والهيدروجين يكونن عاليات. بس بالحقيقة احنا اذا نجي ناخذ عينة مال دم ونشوف بيها او يعني هو نشوف هذا الشخص نسبة الاكسجين بيه طبيعية نورمال ممكن تقل بنسبة يعني نسبة كلش بسيطة يعني تهمل. والسي او 2 والهيدروجين ايضا نلقاهم طبيعيات ممكن زايدات هيجي فتحد كلش بسيط بس هنا ضمن النورمال 100% نورمال 99.99% نورمال خلي اقول هيجي. فليش ما قل الاكسجين وما زاد السي او 2 والهيدروجين؟ الجواب انا مو زيدت اكسرسايز بنفس الوقت عملية التنفس الرسبيريشن زيادتها. فيقول لي during exercise right والمال breathing والdepth مال breathing عملية يعني التنفس العميق اثنين هنا يزدادن. فبالتالي راح اعوض ما يصير عندي لا نقص بالاكسجين ولا زيادة بالCO2 والهيدروجين associated
with increase in O2 consumption and CO2 production that the arterial blood PCO2 and PO2 and H do not change dramatically. يعني ذني ما راح يتغيران بشكل خلي أقول ملاحظ واضح. طيب نيجي للأكليماتيزيشن to high altitude. التأقلم مع أنه شخص زي يصعد فد جبل أو فد مكان كلش عالي. هنا شنو القضية؟ شنو المشكلة اللي صار عندي؟ هذا أول شيء مو دا يصعد بشكل يعني سريع أنه خلال دقائق أو ساعات، دا يصعد خلال أيام، يعني يبقى يتسلق والجبل هذا كلش عالي، كل يوم يهدي يمشي شوية ويرتاح وهيجي. فعملية هنا صار شلون عملية التأقلم بين جهاز التنفسي وبين البيئة المحيطة به. البيئة المحيطة به شنو قضيتها؟ قضيتها أنه كل ما ارتفعنا عن مستوى سطح الأرض شوية أكثر راح الضغط يقل، بالتالي من يقل الضغط هنا شنو راح نواجه؟ راح نواجه انه الـ PO2 يقل، زين، والـ PCO2 ايضا يقل، الضغط الجزيئي للأكسجين وللثاني أكسيد الكربون. زين هذا الضغط الجزيئي بالهواء الجو المحيط به الـ PO2 بالهواء المحيط قل، شنو نسميه بجسمه يعني داخل الجسم يقل لو ما يقل اكيد يقل. زين من راح يقل شنو راح يصير؟ هذا بالبدايه ما يدري تحسس انه هذا قل مستوى الاكسجين بجسمه. من حس انه قل، يعني جهاز الجسم هو حس انه البي او 2 قلت، ايش راح يصير؟ لانه احنا قلنا البي او 2 اكو بيريفيرال كيمو ريسبتورز راح تتحسس لها، فهاي البيريفيرال كيمو ريسبتورز حسست انه انه الاكسجين قليل. بهاي الحاله شنو راح يصير؟ راح الجسم يحاول يعوض نقصان الاكسجين. شلون؟ يزود الفنتيليشن، يزود عمليه التنفس، فالبريث ريت يزيد، فيقوم ياخذ نفس خلي اقول سريع وعميق. زين من اخذ نفس سريع وعميق بهاي عمليه التنفس شنو راح يسوي؟ راح يدخل الاكسجين يعوض عن نقصان البي او 2. بنفس الوقت ايش راح يسوي؟ راح يطلع ثاني اكسيد الكربون. زين هو بجسمه بداخل الجسم هذا يعني قبل لا يسوي عمليه هاي الزياده بالفنتيليشن بالتنفس مالته، قبل لا يزودها هو عنده البي او 2 والبي سي او 2 اثنينهم قليلات، اوكي، حتى ثاني اكسيد الكربون قليله، فهو عوض النقصان مال الاكسجين، قام يتنفس هواي، بس بنفس الوقت طلع ثاني اكسيد كربون، طلع سي او 2. زين هو ثاني اكسيد الكربون قليل يعني مستوى قل، وهذا قلله اكثر، بدا يطلع خارج الجسم لانه الفنتيليشن اكسجين يدخل للجسم سي او 2 لازم يطلع، فهذا بدا فوق ما هو الكربون قليل بدا يقلل اكثر. فهنا الجسم زميلنا دكتور همام يقول الجسم لا صحة على نفسه، صدق هو هنا الجسم اجاد يعالج الوضعية مال نقصان الاكسجين، لا صل الوضعية على نفسه. ليش؟ هذا ثاني اكسيد الكربون من طلع بالفنتيليشن، من سوى قام يسوي فنتيليشن زيادة بالفنتيليشن وطلع ودخل اكسجين، طلع ثاني اكسيد الكربون، بقى الجسم بقليل ثاني اكسيد الكربون. زين هاي الريسبتورات اللي تتحسس، احنا قلنا الكيمو سنسيتيف اريا والريسبيرتوري سنتر، ذني يتحسسن المن من اللي يثيرهن حتى يشتغلن يسوي اللي اكتيفيشن او ستيميوليشن لعملية التنفس، يسوي لهن ثاني اكسيد الكربون. فمن نقص ثاني اكسيد الكربون ذني ما راح يشتغلن، راح يقول للجسم ماكو ثاني اكسيد الكربون، فماكو حاجه انت تشتغل، لان هو اللي شغلهن ثاني اكسيد الكربون. فبالتالي مو صار له بالبدايه هايبر فنتيليشن، راح يرجع يصير له هايبو فنتيليشن، تنفس مالته يرجع يقل لانه ماكو ستيميوليشن. فهاي القصه شو يقول؟ In the high altitude the human body compensate the low PO2 by، شلون يعوض انه نقصان ال PO2؟ اول شيء increase ventilation، زيد ال ventilation. ف when decrease the arterial PCO2 lead to respiratory alkalosis which cause، طبعا هي هاي مو hyperventilation، hypoventilation. شنو هاي؟ انا هاي قلت لكم من راح يلوصها على نفسه. هو عنده CO2 قليل،
في سي او 2 قليل. من سوى انكريز فنتيليشن، زايد الفنتيليشن، هذا البي سي او 2 راح يقل اكثر. من راح يقل اكثر؟ سي او 2 قل، الهيدروجين شبيه يقل، زين الهيدروجين حامضيه، قلت الحامضيه عن صير عندي قاعديه، فيقول لي تو ريسبيريتوري الكلوسيس. اذا صارت قاعديه الاتش ماكو، الهيدروجين ماكو و سي او 2 ماكو، بعد من اللي يسوي لي سيميوليشن الذنيتا ريسبترز؟ ماكو شيء يسوي لي هنا سيميوليشن، فيصير هايبو فنتيليشن. نا يعني حسب اللي توصلنا، لانه اكو فت خطا بالملزم ومكتوب هايبر فنتيليشن، هنا يصير هايبو فنتيليشن، لانها مو منطقيه يقلل السي او 2 ويقلل الهيدروجين والتنفس يزيد. اوكي، لان هن اللي سوى لي سيميوليشن. احنا كل محاضراتنا اللي بالبدايه مالتها اخذنا انه السي او 2 والهيدروجين هن اللي فزعل لي، سوى اللي فزعه على مود يزيدن الفنتيليشن، فهنا هن من قلن راح يصير عندي هايبو فنتيليشن. طيب هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه شنو دي؟ اللي هي الاشياء اللي يسويها الجسم بال من يتسلق، اكليمايتيزيشن تو هاي اتيتيود. الاولى انكريز فنتيليشن وعرفنا اللي شنو يصير وراها. الثانيه ديكريز افينيتي اوف هيموغلوبين تو اوتو. الهيموغلوبين دينشي بالجسم ومكلب بالاكسجين، هنا راح اقول له اوقف، هد الاكسجين، انفصل عن الاكسجين حتى الاكسجين يروح للخلايا. فلو او 2 اوف ار بي سيز ستيمولييت، طبعا انا هاي حكيت لكم اياها كهيك، يقول له كيميائيا شو يقول؟ يقول له هذا ستيمولييت، هذا المركب اللي اخذناه 2-3 دايفوسفوغليسرايت برودكشن، راح يسوي انتاج 2-3 دايفوسفوغليسرايت، بالتالي هذا يقلل الافينيتي اوف هيموغلوبين تو اكسجين. ممتاز. النقطه اللي وراها شنو؟ انه انكريز هيموغلوبين كونسنتريشن، يزود الهيموغلوبين، لان الهيموغلوبين هو يرتبط لي بالاكسجين. فبدل ما عندي خلي اقول 100 هيموغلوبين، هيك انطي فد رقم 100 هيموغلوبين، طبعا رقم ادربي مو صحيح بس دا انطي يعني حتى الفكره توضح. بدل ما عندي 100 هيموغلوبين يرتبطن كل واحد باربع ذرات اكسجين، ب 400 ذرات اكسجين، اجيب بدل ال 100 اجيب 700 او 800 هيموغلوبين، زيادت الهيموغلوبين على مود يرتبطن باكسجين اكثر. ف انكريز هيموغلوبين كونسنتريشن، يقول لو بي او 2 ان ذا ارتيريال بلاد ستيمولييت ذا كيدني، الكيدني دخلها، الكيدني تنطيني الاي بي تي اللي هو الاريثروبويتين، هذا الاريثروبويتين ستيمولييت برودكشن اوف ار بي سي كريات الدم الحمراء حتى يزداد الهيموغلوبين اللي بيها. يعني من زيادت كريات الدم الحمراء، كل كريات الدم الحمراء بيها هيموغلوبين، فانا زيدت الهيموغلوبين. طيب هاي زيادة كريات الدم الحمراء شنو نسميها؟ نسميها بوليسايتيميا. طيب الى موضوع اخر اللي هو بلاد عفوا الريسبيراتوري انفستيجيشنز، شلون الاشياء اللي نقدر نقيسها وتخص الجهاز التنفسي اللي هي البلاد بي اتش. هاي بلاد بي اتش يفيدني بال يعني وجوده يدل على تركيز الهيدروجين وبالتالي على تركيز انه كفاءه الجهاز التنفسي. البلاد سي او 2 والبلاد او 2 كذلك البيك اكسبيرتوري فلو ميتر، وذن اللي اخذناهن بالبلمونري فانكشن تيست اللي هي الاف في سي فورس فايتال كاباسيتي والفيف 1. ف هاي الريسبيرتوري انفستيجيشنز. نجي لاخر شيء اللي هي بعض الامراض اللي تصير بالجهاز التنفسي حتى نختم الجهاز التنفسي. شنو ذن الامراض؟ كم واحد؟ اربعه. اول واحد اللي هو الانفزيما. الانفزيما احنا شنو نعرف عنه؟ نعرف عنه هو اوبستراكتيف بالمناري ديزيز، اوبستراكتيف. اوكي، هذا شنو القضيه؟ يقول لي اكسسز اير اللانس يسوي لي كرونيك انفكشن، هذا يسبب لي كوزز انكريز ميوكس which chronic obstruction، هذا الميوكس يسوي لي شلون تضيق كذا. So air remain in alveoli that causes overstretching of alveoli and alveolar obstruction. بالنهاية طبعا هاي عدة احداث، هو الانفزيما فد يعني مرض كلش يعني المفروض ندرسه بالتفصيل، بس هنا مختصر لي اياه فبجمل يعني صراحة مو كلش مفهومة، بس الزبدة مالته انه هاي عدة احداث
راح تنتج لانه الالفيولاي يصير بها الفيولار، الالفيولار وول دامج، تفليس دمار للالفيولار وول. هذا ايش راح ينطيني؟ الكابيلاريز اللي تحيط بالجدران مال الالفيولاي راح ايضا تتدمر. زين اذن الشغلتين شنو يسوي لي؟ يسوي لي بالمونري هايبرتنشن. ليش بالمونري هايبرتنشن؟ لانه الكابيلاريز اللي موجوده بيها خلي اقول تاذت. شلون انا هسه عندي اثيروسكلوروسيس اللي هو تصلب الشرايين، سوي لي زياده بالضغط لانه الشرايين هنا خلي اقول تاذت. هنا نفس الشيء بالانفيزيما، الشرايين صار لها دامجينج. طبعا دامجينج هنا بمعنى تاذت مو تفلشت 100% حسب علمي، وطبعا للسيفيرتي مال المرض اكيد. ف الكابيلاريز اللي موجوده المفروض يمشي بيها دم هنا راح شلون هم ايضا شلون تتصلب تتاذى تصير اب نورمال، فيصير بالمونري هايبرتنشن. وكذلك رايت سايدد هارت فيلر، احنا جزء رايت هو اللي يتعامل ويا اللنج، فيصير هارت فيلر رايت سايدد. هذا كله بسبب الانفيزيما. زين المرض الاخر اللي هو الاسهل اللي هو الازمه اللي هو الربو، هذا عباره عن البرونكيولز يصير بها كونستراكشن. ها هي يقول سباستيك كونتراكشن اوف سموث مسلز اوف برونكيولز بيكوز اوف هايبر سنسيفيتي تو نورمال ستيمولاي، يعني حساسيه زياده عن اللزوم. اكو نورمال ستيمولاي محفز طبيعي، هو يصير له هايبر سنسيفيتي تتحفز له بشكل اقوى من الطبيعي فتتقلص من تتحفز، فمن تتقلص سوي لها يرابو الازمه. النيومونيا، النيومونيا هو الانفلاميشن موجود باللنك. ها هي انفلاماتوري كونديشن اوف ذا لنك وير ذا الفيولاي، طبعا مثلا بها الالفيولاي فولد وذ فلويد وذ بلاد سيلز، يعني بدل ما هي مملوءه هواء شن ملت؟ انملت فلويد انملت بلاد سيلز. بهاي الحاله دامج تو الفيولاي فيصير فيلينج وذ فلويد اند بلاد فورمينج كونسوليديشن، بالتالي reduction of available surface area resulting الالفيولاي كلها صار بها التهاب، تجمع بها السوائل بعد حركتها التقلص مالتها الانبساط امتلاءها بالهواء، كل راح السيرفس اريا اللي مسؤوله عن انه يصير بها غاز اكسجين كل هاي راح تتخربط، فيصير عندي هايبوكسيميا الاكسجين يقل وهايبركابنيا اللي هو CO2 يزداد. زين الاخير مرض اللي هو التوبركلوسيس، هذا سلرة او سببه بكتيريا سميها مايو بكتيريا، الانتشار مالته برايمرلي ايربون، يعني شلون هاي ايربون الامراض اللي تنتشر بطريقة ايربون سبريت، هاي شلون تنتشر بالعطاس بالرذاذ، يعني هاي الرذاذ مال العطاس القحة كذا هيك الكف السعال كلها هاي الرذاذ اللي يطلع من الجسم من جسم المريض هو ينقلها، فيقول السبريد مالتها برايمرلي ايربون. هاي من انتقلت من شخص الى اخر، هذا الشخص اللي انتقلت له راح اسوي له اتاك فاريوس تيشوز او موست اوف اللنكس، تهاجم يعني مو بس اللنكس بس بالغالب تهاجم للنك. ومع التوركلوسيس نختم الرسبيراتوري فيسيولوجي ونختم المحاضره السادسه، اتمنى وضحت، واذا ما وضحت يعني شيء ما واضح قولوا لي، طولت بس حقيقه تستحق انه اعيد بهاي المحاضره واصقل بها. الى اللقاء ونلتقيكم في محاضره اخرى وشرح اخر.